التجسيم بين الوهابية وبين الشيعة. طيب أعطيك كلمة شيخ أبو عائشة، تقدم مقدمة في هذا الموضوع، ماذا تريد أن تقدم للأمة الإسلامية التي تسمعك؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. والكلمة البسيطة، التوحيد هو حق الله عز وجل على العباد، وهذا التوحيد لابد أن يحققه العبد حتى ينجي يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يدعو مع الله، أو من مات لا يشرك مع الله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك معه شيئا دخل الجنة. وكما تعلم نحن عندنا التوحيد ثلاثة أقسام، وهذه يعني مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هذا التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. الأسماء والصفات. خلي الوقت أبو كريم شغل الوقت، خليه 3 دقائق ما دام. حيا الله السيد الحبيب، حيا الله السيد، افتح الميوت سيد. توحيد الأسماء بس لحظة خلينا نتأكد، سيد تسمعنا الآن؟ سيد ميثم تسمعنا؟ طيب يبدو أن السيد ما يسمع. طيب تفضل أبو عائشة، تفضل. طيب، فتوحيد الأسماء والصفات هو مما يختص بالذات الإلهية الشريفة، فلله عز وجل أسماء تليق به وصفات تليق به. وهناك من الصفات التي سكت عنها أو لم ترد بنفي أو إثبات، ومنها ما سيكون محور حديثنا في هذه الحلقة، وهو قضية التجسيم. التجسيم سنتكلم عنه إن شاء الله في ثنايا هذه المناظرة. على العبد المسلم أن يعرف أن لله عز وجل أسماء وصفات تليق به. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لله، قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فنأخذ من هذه الأسماء الحسنى صفات، مثل العزيز نأخذ منها العزة، مثل الكريم نأخذ منها الكرم، مثل الرحيم الرحمة. فلله صفات تليق به، ولله أسماء أيضا تليق به عز وجل. والمتأمل في أحوال الناس للأسف كانوا ضائعين في هذا الأمر، حتى قيد الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد لها من دثر من أمر دينها وعقيدتها. فكان ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه وقدس الله روحه ونور ضريحه، هذه الشخصية العظيمة التي سبحان الله حوربت من جميع الجهات بالفرق المبتدعة، ولكن الرجل بما أعطاه الله من علم وثبات وقوة وسداد رأي استمر في دعوته واستمر في حواراته ونقاشاته، ودافع عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم،
ودافع عن منهج الأمة. الوقت أكمل الله. الآن أكمل. طيب قبل أن أرحب بالسيد ميثم، إذن أنت شيخ أبو عائشة النووي تريد أن تقول لنا الآتي، أنه نحن نثبت لله تبارك وتعالى الصفات سواء كان عضو أو غير عضو، يعني مثلا يد رجل ما أعرف إيش، ولكن هي بنحو معين تليق بالله تبارك وتعالى، يعني له يد تليق به، له أصبع يليق به، له ما أعرف إيش يليق به. هل المداخلة الأولى ما نفهم حتى من البداية نؤسس أنه أنتم السلفية الوهابية تثبتون لله تبارك وتعالى أعضاء، ولكنها أعضاء تليق بالله ليست كأعضاء البشر؟ لا، غير صحيح. الله ليس له، لا نقول أن الله أعضاء أو مبعض أو لا، نقول له أسماء وصفات، له يد، له رجل، له عين، لكن لا نقول أن الله مبعض أو مركب، هذا ما، هذا منتفي عن الله سبحانه وتعالى. يعني اليد، اليد عضو هي ولا مو عضو؟ لا، نقول لله يد. أعرف أعرف مثلا. لا لا لا، ما نقول أنه عضو، لا، الله عز وجل منزع عن الأعضاء، منزع عن التركيب، منزع عن الأجزاء. سماحة الشيخ لحظة، لما نقول أن لله يدا، سيدنا الآن أنا بس حتى المشاهد يعرف القضية، لما نقول أن لله يدا وأن لله رجل، صح؟ أنت تثبت أن لله قدم رجل وأن له يد. نعم. طبعا اليد تختلف عن الرجل، صح؟ الرجل صفة واليد صفة. نعم، أحسن. إذن اليد شيء والرجل شيء، فاليد جزء أو عضو والرجل عضو، ولكنها ليس، لا تشابه باقي الأجزاء من الكون ولا المخلوقات ولا، لكنها في حقيقة الأمر تطلقون عليها صفة، ولكنها عبارة عن جزء من رب العالمين، لكن لا تقول جزء. لا، ما نقول، لا ما نقول عضو جزء مركب. لا لا، لماذا؟ لأننا لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى أعضاء كذا، فهذا يتوهم توهم باطل. لماذا؟ لأن يعني يوهمك أن هذه منفصلة، أجزاء منفصلة، وهذا قول باطل. فاليد والوجه عن الله تعالى. طيب شو نسوي إذا أنت تقول الآن أن اليد هي غير الرجل، والرجل هي غير الصدر، والصدر وغير الرأس، وها كلها موجودة لله تبارك وتعالى، فمعناه احنا مضطرين نقول انه شو اسميها، مكونات، يعني اليد عبارة عن مكون لا يشبه المخلوقات، والرجل مكون. انت عندما تقول لي شيخنا، بس انا حتى من نبدي بالمناظرة نبدي صحيح، انا كإنسان مثقف طبيب ما له علاقة بالبخاري ولا الكافي ولا الشيعة ولا السنة، عندما تقول لي أن الرجل وأن القدم تختلف عن اليد وكلها نثبتها لله، فيرتكز في ذهني أنه هذا الله تبارك وتعالى مكون من أشياء، من أجزاء، من أبعاض، من شيء. نعم، هي لا تشبه المخلوقين، ولكنه يعني مركب، فكل جزء المركب يحتاج إلى أجزائه. فالقصد إنه إما هذا، أما أننا نسكت فهذا هروب من الواقع. يعني المشكلة لما يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أعرف إيش ولا نكيف، هذه كلها أخونا أبو عائشة صدقني الآن في زمن الحضارة كلها هروب، حتى لا ألتزم أقول له يد واليد غير الرجل، ولكن لا أقول أنها أجزاء. طيب شنو، كتلة واحدة هو؟ لا، شوف، بالنسبة لي، بالنسبة للإنسان نقول له أبعاض وأجزاء. تقول أن اليد جزء من الإنسان، القدم جزء من الإنسان، الوجه جزء من الإنسان، هذه أبعاض وأجزاء مكون منها الإنسان. أما بالنسبة لله عز وجل فنقول أن الإنسان له يد، له رجل، له، هذه أبعاض. ف
فاليد بعض منا، كذلك القدم، كذلك الوجه. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا نقول إنها جزء أو بعض، لأن هذه البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله عز وجل لا نفي ولا إثبات. شلون نشرح للناس؟ يعني المفروض الصفة فيها معنى، ما فيها كيف. عرفنا أنه لا نكيف، لكن لما إنسان، أنا عندما أقابل إنسان ويقول لي أنه أنت تقول يد، طيب هو عربي، أنت تتكلم عربي، وأعرف اليد وأعرف الرجل وأعرف الوجه وأعرف، وأنت تثبت هذا، أقول لك إيش معنى اليد؟ تقول لي خلاص اسكت ما أشرح لك. طيب الله شلون يقول لي تبين؟ هو ما مبين من هو. بين أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى، له صفات وأسماء تليق به عز وجل. أحسنت، بيض الله وجهك. يعني الله واحد، هذا الواحد من ضمن الواحد اليد، ومن ضمن الواحد الرجل. لا 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 لا، اسمع، نقول أن الله سبحانه وتعالى واحد بصفاته وأسمائه عز وجل، لا نقول أن هذه بالنسبة لله جزء أو بعض، لأن البعضية. شو نقول؟ ما نقول؟ شو نقول؟ نقول له يد تليق به ونسكت، لأن هذه لم تلزم في إثباتا، كما قال طيب. ابن تيمية رحمة الله عليه. وغيره نطل سيد ميثم يبدأون المناظرة، ولكن أنا أردت أيها المشاهدون الكرام أنه لا تقول. طب الطالب يقول المدرس إيش أقول؟ اسكت. طب يسألوني واحد زائد واحد كم؟ اسكت لا تتكلم. بس يابا شنو هي؟ ما نعرف. فضل سيدنا الحبيب. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. إن شاء الله صوت موجود حجي. واضح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. بداية ما أريد الخوض في كلام كثير، إن شاء الله يعني هذه المرة المستمع المشاهد إن شاء الله يستفيد، لأني حقيقة في مقام المناظر للشيخ أبو عائشة، ولكن أنا سأكون بمقام السائل وهو المبين. أنا سأطرح إشكالات وأسئلة عن الصفات الخبرية والفعلية الموجودة عند الإخوة السلفية. إن شاء الله الشيخ أبو عائشة سيبين للمشاهد الكريم حقيقة هذه الصفات وماذا يعنون بها وماذا يقصدون بها. طيب بداية الكلام هو في توحيد الله، وذكر الشيخ أبو عائشة قال نحن نشهد بأن الله واحد أحد. أنا أريد من الشيخ أبو عائشة أن يبين لي ما هو الفرق بين الواحد وبين أبو عائشة. رجاءً شيخنا أبو عائشة النووي، يا ريت خلي لك ورقة وقلم، لأني في كل مداخلة راح أطرح عليك ثلاث أسئلة فقط، وأنت إن شاء الله تبين للمشاهد الكريم. طيب الآن ذكرت إحنا لا نقول بالتجسيم لأننا نعتقد بأن الله واحد أحد. ما هو الواحد وما هو الأحد؟ وما الفرق بين الواحد والأحد؟ هذا السؤال الأول، الواحد والأحد. طيب الآن أنا بين يدي عدة كتب انتقيتها من المكتبة المتواضعة، منها هذا الكتاب، كتاب صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة وإحصاء أسمائه تعالى لعلوي عبد القادر السقاف المشرف العام على كتاب على مؤسسة الدرر السنية. هذا الكتاب أمامكم إخواني الأعزاء، هذا هنا عنده السنية أو السنية، ما في فرق إن شاء الله، السنية صح، في الدرر السنية صح، في الدرر السنية. طيب الآن يا شيخ أبو عائشة، الآن مثلا هنا يورد صفة من الصفات، خلينا نحاول أطلع على الكاميرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. شوف أخوان الأعزاء الأفاضل، هذا الكتاب أمامكم على الشاشة، هذا اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. هذا يقول هنا لحظة، صفة البشاشة أو البشبشة، هذه أمامكم على الشاشة، صفة البشبشة أو البشاشة. من البشبش؟ هو إحنا نريد أن نعرف شنو معنى هذه الصفة. البشبشة والبشاشة صفة فعلية لله عز وجل ثابتة بالحديث الصحيح، والدليل يعطي الحديث الذي رواه مسلم و إلى آخره. الله يبشبش،
الله يبشبك. اي هذا اول سؤال، هذا اول سؤال، صفة البشبشة. احنا انا الوقت سيدة بعد ما بدينا، تونا بدينا يعني الان. طيب طيب اعطيك 30 ثانية سيدنا بس كمل مالت تبشبش. اي نعم، فهذه الصفة صفة البشبشة. السؤال الثاني، السؤال الثاني هي صفة الحثو. صفة الحثو نفس الكتاب هنا مشاهدينا الكرام، يقول صفة لله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية. طيب هذه صفة الحثو، ويعطي الأدلة من الكتاب والسنة أمامكم إن شاء الله، أظهرها على الكتاب إن شاء الله الآن. لحظة عفوا، هذا أمامكم، هذا أمامكم إن شاء الله على الشاشة. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. هذه يقول صفة الحثو، الحثو صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالسنة الصحيحة. طيب أنا أكتفي الآن بهاتين الصفتين، صفة البشبشة وصفة الحثو، ليتفضل الشيخ أبو عائش إن شاء الله يشرح للمشاهدين معنى هاتين الصفتين. أبو عائشة، طيب قبل أن صفة الحثو وصفة البشاشة لله، البشبشة أي أنه الله يبشبش. نعم البشبش. هل نقول أنه شيخ أبو عائشة أنه حثو يليق بجلاله وبشبشة تليق برب العالمين؟ تفضل شيخ أبو عائشة. طيب أولا هو سأل أول سؤال، قال ما الفرق بين الواحد والأحد؟ طبعا هذه مما اختلف فيه العلماء، هذه من الأسماء المترادفة أو المعاني المترادفة، فالعلماء اختلفوا فيها على أقوال، فمنهم من قال لا فرق بينها وهي بمعنى واحد، والثاني قالوا أن الواحد والأحد ليس اسمين مترادفين. قال الأزهري لا يوصف شيء بالأحدية غير الله تعالى، فلا يقال رجل أحد ولا درهم الأحد، بل يقال رجل واحد ودرهم واحد. وقيل أحد صفة من صفات الله تعالى استأثر بها فلا يشرك فيها، وذكروا وجوها في الفرق، منها أن الواحد يدخل في الأحد ولا عكس، ثانيها تقول فلان لا يقاوم واحد بل يقاوم اثنان بخلاف الأحد، فلا تقول لا يقاوم أحد، يعني المسألة فيها خلافية. على كل حال فالواحد هو الأحد، يعني تطلق على الله سبحانه وتعالى، فالواحد والأحد هي من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو أحد عز وجل وهو واحد سبحانه وتعالى. طيب يقول لي البشبشة، طبعا البشبشة صفة ثابتة لله عز وجل بأحاديث صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما هي البشبشة؟ البشبشة بمعنى الفرح، وقد ورد في ذلك نصوص، منها ما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى رضي الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، يعني يفرح. إثبات البشبش بمعنى الفرح، يعني يتبشبش، يعني يفرح الله به بتوطنه المسجد، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه. أنت إذا قدم عليك غائب تفرح به وتتبشبش به، فالله عز وجل ولله المثل الأعلى وليس كمثل شيء عز وجل، يتبشبش لعبده عز وجل، لعبده سبحانه وبحمده عندما يأتي إلى هذا البيت ويصلي فيه ويتوطن، ويقول ما توطن رجل مسلم. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل، وهي أيضا صفة فعلية خبرية تليق به عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوءات صفة الضحك والبشبشة، يعني الضحك والبشبشة كل هذه من الفرح، وأما الضحك فكثير في الأحاديث يقول. ولفظ البشبشة جاء أيضا أن الله عز وجل يتبشبش للداخل إلى المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه. تفضل. يعني ابو عائشة الان اللي انا اللي فهمت الان من تفضلت،
أنه الله يعني يتبشبش للخلائق، يعني يفرح فرح، يعني يعني مثلا أنا من الخليقة وأمامي الله يتبشبش لي، يعني أرى أن الله يضحك ويبتسم وفرحان. يتبشبش يعني بصف، يعني هي الفرح، والفرح بتوطن هذا العبد لبيت الله عز وجل، يعني إذا دخل إلى المسجد الله يفرح بقدومه. وأنا أردت والضحك. أنا أردت تبشبش له، ما أرى صفة لله عز وجل. قبل قليل شيخنا، قبل قليل قلت أن الله، قرأت أنت قرأت أن الله يتبشبش إلى عبده، معناه أن العبد ينظر إلى الله وتبشبش والله يتبشبش. لا، ليس معنى الله لا يرى في الدنيا، لكن لما يأتي العبد إلى هذا المكان الطاهر بيت الله عز وجل ويدخل إليه، الله يفرح بقدومه لأداء عبادة من عباداته أو لذكره عز وجل. فالبشبشة والضحك ثابتة، فالبشبشة لله عز وجل على ما يليق به. ولا نقول بشبشة المشاهد ضحك بضحك. يوم القيامة الله يتبشبشنا لو لا ونراه، يعني التبشبش ولا لا يوم القيامة؟ يوم القيامة نعم نرى، نعم نرى الله سبحانه وتعالى. إيه. إذا يقول لك يوم القيامة الله يعني ترى التبشبش. تفضل سيد. طيب، هذا في كتاب، في كتاب أمامكم على الشاشة، والكتاب هذا قربي لكنه للسرعة، نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، هذا اللي استشهد به ابن تيمية، يأتي إلى صفة البشبشة. طيب، يقول أخوان هي صفة، يعني الآن ما أعرف أنا بماذا أقول، ماذا أقول لأبي عائشة. يقول إنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. الآن إذا يقول البشبشة هي الفرح، هذا تأويل يا شيخ أبو عائشة، لأن إحنا ما أتبشبش لبعض عائشة كذا أبتسم في وجهها أضحك يعني في وجهها. لا هذا ليس، ليس، ليس هذا ليس تأويل. أرجوك في وقتك، في وقتك، في وقتك، أرجوك أن الوقت طيب كله طيب لك. طيب. يعني البشبشة أخواني الآن لو سألنا ما هي البشبشة على حقيقتها، على حقيقتها تبشبش فلان أي ضحك، تقاسيم وجهه تغيرت. ايضا خلينا ارحب، بس ان شاء الله راح ينضم لنا سماحه الشيخ ابراهيم الشيخي، ايضا سيكون معكم بعد ان تنتهي المناظره ان شاء الله. تفضل سيد. اي، فتقاسيم وجهه تغيرت، ضحك لمن تلقاه فتبشبش له. هذا اما اذا هذا قال في عن الله يا رجل، ليس ليس كتبشبش المخلوقين. لا تخلط بين هذا. لحظه الان اذا قلت فرح لا تخلط يا شيخ ابو عاشر، شوف بس اعطاني خليني بس انا والله ما اريد، يعني ما اريد مساله الزام وفهم، اريدك توصل فكره للمشاهد. الان انتم السلفيه تقولون الصفات ناخذها على ظاهر اللفظ، على ظاهر اللفظ اخواني، ظاهر لفظ البشبشة ما هو الآن لو ذهبتم؟ يعني التبسم، ملاقات الآخر بوجه طلق يضحك، وجهه يضحك يتبسم، ها هش فلان هش بش، طيب هش بش. طيب الآن ليس أسألك، ليس بطرق يتبسم، يعني لما يسألك تعبير وجهه ليس بطرق يتبسم، مو يضحك حينما يضحك تقولون يضحك حقيقة، أليس تقولون يضحك على حقه وحقيقته يضحك؟ أليس الله يضحك؟ طيب يضحك يتبشبش نفس الشيء؟ لا نفس الشيء. لا 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 لا، الآن أحيانا الإنسان تظهر تعابيره أي تفضل، يعني الإنسان قد يكون مسرورا فرحا بدون ما يتبسم، تظهر تعابير وجهه، فأنا لما أتبشبش بقدوم إنسان يعني الله 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 تعابير وجهه تتغير؟ لا لا، أقول الله عز وجل ليس كخلقه، ليس كمثلي شيء، نحن يعني تغيرت كما جاءت بدون. لا لا أبو كريم، ما نقول عن تعابير وجه وكذا وكذا، هذه ليس لنا فيها دخل ولم نتعلق بها. لا أبو عاش، يا شيخنا، شيخنا الآن حتى الآن أنا أتبشبش أضحك، أضحك لمن؟ لابد تكون مقابلة، يعني تبشبش، التبشبش والمتبشبش له، يعني احنا نرى ان الله يتبشبش لنا
الله هو الذي يتبشبش لنا. فشلون الله تبشبش؟ لأن احنا سوينا فعل يدعو إلى تبشبشه. فالله تبشبش لأننا فعلنا فعلا يدعو إلى تبشبشه. فالله إذا ما فعلنا يتبشبش؟ ما يتبشبش. غير نحن فعلنا شيء يدعو إلى التبشبش، فالله قابل الفعل الذي فعلناه بالتبشبش. تفضل سيدي. سيدي ممنوع التبشبش ها؟ لا أنا بعد ما أتبشبش. طيب الآن هذا يتبشبش يا أبو عائشة، هو يتبشبش لنا، يتبشبش لنا ونحن لا نراه، ما نشاهده لا نراه. طيب يعني يتبشبش لوحده، بالله عليك هذا عاقل مجنون اللي يتبشبش وحده؟ يعني شنو الفائدة البشبشة وإحنا ما نشوفه؟ ما هي فائدة البشبشة ونحن لا نراه؟ إذا يتبشبش لنفسه لمن يتبشبش؟ إذا نحن ما نشوفه أخواني، رب العالمين حينما يتبشبش لا نراه. طيب يتبشبش لماذا؟ إلا إذا كان، مع احترامي لك أنا أقول يعني احتبرني ملحد احتبرني، يعني إلا كان في عقله فرد شيء والعياذ بالله. هذه نقطة. ثانيا الآن يتبشبش وكذلك يضحك، يضحك أو يتبشبش بوجهه أم بقدمه يا شيخ أبو عائشة؟ سجل هذا السؤال. هذا أول، لا لحظة قبل أن أنت، هذا لفظ الضحك ثابت؟ لأن التبشبش غير الضحك سيدنا. لفظ الضحك الضحك ثابت موجود صفة الضحك. لحظة خلنا نستفسر لحظة سيدنا أبو عائشة، هل الله يتبشبش ويضحك ولا التبشبش هو الضحك؟ لا لا تبشبش غير والضحك غير. اي يعني شوف سيدنا، يعني الله مره يتبشبش والضحك ورد فيها اثار عن النبي عليه الصلاه والسلام، فالتبشبش صفه والضحك صفه. بس سجل هذا السؤال شيخ ابو عاشه، هل يتبشبش ويضحك بقدمه ام بوجهه التبشبش والضحك؟ يا سيد ما يراد اكيد بالحلق بالوجه يعني. هو نسأل الآن حينما يتبشبش، يتبشبش بقدمه أم يتبشبش بوجهه؟ لا سيد ما يحتاج إلى السؤال، يعني الله يتبشبش بوجهه ما يحتاج إلى السؤال. طيب سألنا عن صفة الحثو، الحثو أليف لام حاء ثاء واو، شنو معنى صفة الحثو؟ طيب خلي تفضل الآن أبو عائشة، تفضل أبو عائشة. طيب انتهينا من صفة التبشبشة وقلنا أن لله عز وجل الله يتبشبش لعباده وورد بالنص. قضية الحثو، طبعا الحثو ورد بها عدة حديث، منها حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليه ولا عذاب، مع كل 70,003 حثيات من حثيات ربي. هذه الرواية. الرواية الثانية أيضا عن أبي أمامة: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,003 حثيات من حثياته سبحانه وبحمده. طيب هذا الحديث في إثبات الحثيات لله عز وجل. شنو يعني أبو عايش؟ اشرح للمشاهد أن الله يحثو، شنو مثلا احنا نحثو التراب، شنو يعني اشرح حتى يفهم المشاهد. يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة من أمتي 70,000، المراد بهذا العدد ما معنى كيف أنا أشيل التراب مثلا نحثو التراب على يعني ما معنى أرفع هكذا الله يشيل ويذب بالجنة، يشيل ويذب بالجنة، يشيل ويرمي بالجنة. طيب أولاً 70,000 هو مبالغة في الكثرة. 3 حثيات من حثياته، ما معنى الحثية؟ أي. الحثية هو ما يحثوه الإنسان بيده من ماء أو تراب أو غير ذلك. يستعمل أيضاً فيما يعطيه المعطي بكفه دفعة واحدة. وأريد به الدفعات أن يعطى بعد هذا العدد أو بعد هذا العدد المنصوص عليه ما يخفى على العادين حصره وتعداده. كمية كبيرة يعني. فإن عطاءه الذي لا يضبط الحساب أوفى وأربى من النوع الذي يتدخله الحساب. ولهذا قال حثية من حثيات، 3 حثيات من حثيات الله. والله عز وجل عطاءه عظيم وكبير. طيب
فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقيل المراد ماذا؟ أن عدد ما يملأ تلك الحتيات الثلاث هو من يدخل الجنة فقط. وقيل بل المراد أن مع كل 1070,003 حتيات، فيكون مجموع الحتيات 3 حتيات في 70 مرة. نثبت لله هذا، لكن نثبته مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق، فلا يكون حسب الله كحسب عبد من عباده. فأنت تعرف حسب الإنسان كيف؟ أنه يأتي بيديه ويرمي بالتراب كذا والماء وغير ذا. هذا هو الحسب. طيب. سيدنا. بس ما وضحت للمشاهد أن الحثو هو يحثو أن يغرف بيديه 3 حتيات من حتيات ربي، أن يغرف بيديه، صح يا أبو عائشة؟ لا لا، هو وضح قال يا سيدنا، هو قال مثلا 70 سيدنا تمر يعني كرفات 70,000، ايش فيك أنت؟ لا لا، هو هنا حجي بالكتاب وقوله 3 حثيات من حثيات ربي، أي 3 غرف يغرفها سبحانه بكفيه الكريمتين. 3 مرات يغرف بيده، زين، 3 مرات يغرف بيده ويشمرهم بالجنة هالشكل، يرميهم. شنو المشكلة؟ الله يغرف وإذا بيغرف وإذا بشنو؟ يعني بلا حساب بلا عد، يلقاهم على جهة يغرفهم ويشمرهم بالجنة هكذا. أي هذا اللي ذكره الشيخ أبو عاش، أن الله يحثو يعني يغرف ويذب، لكن غرف، هل الغرف هو الغرف غرف الله؟ ليس كغرفنا، بشبشة الله ليست كبشبشتنا. وهذا هذا رأيي. تفضل. طيب، سألنا عن معنى الواحد والأحد، ما أجاب بشيء يعني شوية يشفي السؤال، يعني لا اختلف للعلم، يعني عند اختلاف ما بين معنى الواحد والأحد. طيب، الآن أسأل عن الحديث الذي رواه البخاري حينما يقول ما في يمين ربي وكلتا يديه يمين. شيخ أبو عائشة، سجل شنو معنى كلتا يديه يمين؟ هل هما يمين على الحقيقة أم على المجاز؟ على الحقيقة أم على المجاز؟ سجل معنى كلتا يديه يمين، هل هما يمين على الحقيقة أم يمين على المجاز؟ يعني يعني قصدك يمين جهة لو يمين قسم؟ يمين شلون على يمين؟ لا لا لا، جهة كلتا يديه. كلتا يدي اليمين. نعم. كلتا يدي ربي يمين. طيب، السؤال الثاني، ما معنى الحقو؟ صفة الحقو، مو الحثو، لا، الحقو. الله عنده حقو. إيه نعم، الحق، صفة الحق، وهذا عندنا في هذا عند صفات رب العالمين في كتاب الحكيم وسنة النبي التدريب بسام الشطي تقديم شعيب الأرنؤوط، يقول صفة الحق الجليلة، صفة الحق الجليلة، ومعناها يقول معناها الأخوة أبو عاش يقول معناها، هو يبين المعنى إن شاء الله، هو يبين. طيب، صفة الحق الجليلة وصفة المنكب الجليلة، ما معنى صفة المنكب الجليلة؟ صفة المنكب الجليلة، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد في نفس الكتاب، صفة الكمال المنكب الجليلة، الصفحة 71، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرحم شجنة متعلقة بمنكبي الرحمن. الآن صار عندنا 3 أسئلة، صفة الحق، السؤال عن صفة الحق، وصفة المنكب الجليلة، وشنو بعد حج ذكرني الثالثة اللي سألناها؟ الحثو والمنكب والبشبشة والحقو. الحقو صفة الحقو وصفة المنكب الجليلة. شيخنا أبو عاش، يعني شنو الله عنده حقو؟ شنو يعني حقو؟ السؤال الأول كلتا يديه يمين. أحسنت، كلتا يديه يمين، صحيح. طبعا نعم. هذا الحديث ألي وقت الله سبحانه وتعالى كما نعلم له يدان كلاهما يمين. إثبات الشمال لله عز وجل، هل يلزم منه النقص في حق الله؟ هناك من أثبت الشمال لله عز وجل، فهذه ليست معناها نقص لله عز وجل،
ولكن هي في المقابلة، ولكن في المكانة والشرف فكلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين. الدليل ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول إلى آخر الحديث. وصف اليدين باليمين يقتضي أن الأخرى ليست يمين فتكون شمال، وفي بعض الأحاديث تذكر اليمين ويذكر مقابلة بيده الأخرى، وهذا يعني أن الأخرى ليست اليمين فتكون الشمال. القول الثاني أن كلتا يديه يمين لا شمال فيها، وقد قال بهذا القول الإمام ابن خزيمة والإمام أحمد وغيرهم. أيضا استدل هذا بحديث ما رواه مسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. واستدل أيضا بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: أول ما خلق الله تعالى القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. والراجح يعني لما نأتي لهذه الأحاديث لا تعارض بينها، فالله سبحانه وتعالى توصف يداه باليمين والشمال باعتبار الاسم، انتبهوا، باعتبار الاسم يمين وشمال. أما من جهة المعنى فكلاهما يمين مبارك، فكلاهما يمين مبارك من جهة الاسم، نعم يمين شمال، أما من جهة المعنى فكلاهما يمين مبارك. قال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه: كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، هذه الأحاديث التي ذكرتها لك الآن كلها يقول أحاديث صحيحة عند علماء السنة، وحديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوف وليس بين اختلاف بحمد الله، فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم، من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر: وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ثم يأخذن بشمال، كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمن من أثبتها ومن من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر، ومن من قال إنه ثقة ولكنه قال من تصرفه، وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم المقسط إلى آخر الرواية. فالمسألة من حيث الاسم يمين شمال، لكن من حيث المعنى فهي كلها يمين وكلتا يدي ربي. أحسنت أبو عاش حتى المشاهد يفهم. الآن من حيث الاسم، أنت قلت من حيث الاسم يثبتون الشمال، ولكن من حيث المعنى كلتا يديه يمين. الآن أنا كإنسان مستمع لك، الآن الشمال فيها شيء ولا يعني ما فيها شيء؟ من ناحية المعنى ما نثبتها، ما نقول إلا شمال. لا من ناحية الحقيقة، الآن الله عنده ولا ما عنده؟ لا كلتا يديه يمين، لكن جمعا بين الأحاديث العلماء لما جمع التي ورد فيها شمال قالوا نعم نقول لله يمين وشمال من حيث الاسم. لا من ناحية الحقيقة اثنين يمنى شمال ما في، لا كلتا يديه يمين من حيث المعنى. نعم كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. لكنه أحسن يقول لك الرجل صريح، يقول لك احنا يعني حتى نثبت بالأسماء والمعنى، ولأنه الشمال مثلا أعزك الله تروح للتوالية وتتوضى وكذا، والشمال دائما واليد هي اليمين هي القوة، وأنا ما أعرف في حين إخواني والله العظيم ميسي يلعب باليسرى وأقوى من غير. المهم فالقصد أنه يقول لك أنه اثنين يمين وشمال ما في، ولكن من حيث المسميات يطلقون هذا وهذا جمعا بالرواية. تفضل. قال عفو سيدنا. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني يا أخوان الشيخ أبو عائشة يقول إنه من حيث الاسم هما يمين وشمال، ولكن من حيث الواقع الاتجاه إن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. طيب الآن أنتم بالمناسبة سيدنا كلام الشيخ أبو عائشة مو كلام أبو عائشة، هذا كلام العلماء، ترى هو يعني رجل علم ينقل لك كلام العلماء بالمناسبة،
فما أريد واحد الآن يأخذ على أبي عاشة على أنه من رأسي، هو ينقل ترى هذه الأقوال موجودة. تفضل يا سيدي. طيب إذا كان هذا كما تقول الكلام كما تقول أنه من حيث الاسم هي شمال ولكن من حيث المعنى هي يمين، من حيث الاتجاه يعني كلتاهما يمين، طيب إذا كانت هي في اليمين لماذا سميت شمال؟ سجل شيخ أبو عاش. إذا كانت هي فعلا حقيقة يمين هي لماذا سميت شمال وهي يمين؟ فإما أن تأخذوا اللفظ على ظاهره واصبح عندكم ثلاثة أيدي، ها، وإما ألا والله تعطلوا ظاهر اللفظ في كل شيء، تعطلوا ظاهر اللفظ. هي في الشمال إخواني، هي اسمها شمال، لماذا سميت، سجل السؤال، لماذا سميت شمال وهي في الحقيقة يمين؟ لماذا سميت؟ طيب إخوان الأعزاء الأفاضل، سألنا عن الحقو، صفة الحقو، وأكرر السؤال للشيخ أبو عاشة، والشيخ أبو عاشة سجله، صفة الحقو الجليلة. لا بس ما الوقت ما أسعفني، ما أسعفني. لا لا لا, 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 لا أنا أقول لهذا التذكير، ما قلت إنه ما جاوبت، لا أقول لا لا لا, 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 لا إن شاء الله إن شاء الله بس للتذكير حتى تأكد عليها سجلها، صفة الحقو الجليلة وصفة المنكب الجليلة، الحقو والمنكب، وسجل عندك وسجل عندك الأطيط. زين الأطيط، ما هو الأطيط الذي أثبته ابن تيمية عثمان بن سعيد غيره غيره كلهم أثبتوا الأطيط، ما هو الأطيط؟ طيب سجل هذه الثلاث أسئلة الأطيط. طيب أكتفي بذن الثلاثة حتى وقت هذا ضيفة لأبو عاش يا أبو كريم، ضيفولة هذه الأربعين دقيقة أبو كريم، الله يبارك بك. أنا أعطي الأربعة. تفضل شيخ أبو عاش، الآن سألك سؤال، قال لك أنه لماذا سميت باليسار إذا كانت هي يمين؟ قلنا لكم أنهم من باب الاسم، نعم من باب الاسم نقول لله يد شمال ويمين، لكن من حيث المعنى كلتا يدي ربي يمين، وما دام أن النص أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله لا يصف الله بالنقص، فعندما يقول يطوي الأرض بشماله فالنبي حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يصف الله بصفة نقص، فلو ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيها نقص. يعني أبو عاش خليني وقت أقول أعطيك الوقت، ليش يعني الشمال نقص؟ شنو السبب إنه الشمال نقص؟ يعني واحد يسراوي يعني ملاكم يضرب يسرى، لاعب يضرب، ليش نقص يعني؟ شو القضية؟ لأن الشمال تستخدم في القاذورات، تستخدم في الأشياء، ولهذا لا يؤكل بها، قال صلى الله عليه وسلم من أكل فليأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، الشيطان يأكل بشماله، فهذه صفات النقص منزع عن الله سبحانه وتعالى، ولكن متى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف الله بها فرسول الله عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يصف الله بصفات نقص، فهي من جهة الاسم نعم نقول شمال ويمين، لكن من جهة المعنى فلا نقول يمين وشمال، نقول كلتا يدي ربي يمين كما بين ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه. طيب نأتي إلى إثبات الحق. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال له، فقال مه، قالت هذا مقام العائد بك من القضيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا ربي، قال فذاك. طبعا ما معنى الحقو؟ الحقو هو موضع شد الإزار وهو الخاصر، ثم توسع في تعريفه يعني، فهو يعني الله عنده خاصرة. دقيقة أنا ما أكملت، يعني أكمل. أنا أعرف لا مو لا شيخنا هاي الأسئلة دائما أنقل أسئلة الجمهور، يعني مثلا رجل سائق تاكسي يسمع كلامك يعني وكلام العلماء فيريد يستفسر لأن ما يعرف شو حقه خاسرة، فريد نعرف، فأنت لا تضايق، أعطيك وقت. هل الله عنده خاسرة؟ أنا 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 أعرف لك الحق، ما هو الحق؟ الحق معناه موضع شد الإزار وهو الخاسرة عند الإنسان، يعني لما يشد إزاره عليه يقول أشده على حقه، يعني ليش الله يشد ملابس عليه يعني؟
أنا لا أتكلم عن الله الآن، أنا أعرف معنى الحق والآن، لسه ما أتيت إلى ماذا. مو قلت شوي قلت إنه الرحم تتعلق بال بال بالحق إلا تتعلق بسرة الله لو بملابس اللي فوق. سنبين إن شاء الله، سنبين لك. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه هو من أحاديث الصفات، وأن إضافة الحق إلى الله جل جلاله هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، وأثبت الحق صفة من صفات الذات لله عز وجل. الحق صفة من صفات الذات لله عز وجل. قال شيخ الإسلام: هذا من الأخبار التي يقره من يقر نظيره، والنزاع فيه كالنزاع في نظيره. ثم نقل الإثبات عن القاضي بن يعلى وشيخه أبي عبد الله بن حامد، ونقله ابن حامد الوقت زاد له. لا لا مو مشكلة مو مشكلة، أنا لديك كمل ما الحق، لأنه السيد سأل أسئلة كثيرة. أي تفضل. قال هنا يمضى كل حديث على ما جاء. ثم قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن هذا الحديث الجملة من حديث الصفات، يعني شيخ الإسلام يثبتها على كلامه. نعم، يقول أن هذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص عليها الأئمة على أن يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبه، يعني يثبت الحق على ما يليق بجلاله. ليس نقول أنها خاسرة أو أن لا نقول لله حق. الآن الرحم شيخ أبو عاشر، أنا دا يعني رجل أستمع إلى كلامك، وكلامه هو كلام العلماء بن تيمية وغيره. الآن أنا رحم أريد أتعلق، فمسكت بالحق اللي هو تبع الله سبحانه وتعالى، مسكت بالحق. هذا الحق اللي مسكته هو يعني جزء مادي، ملابس، قماش، يعني ما أعرف فد جزء مادي يعني يغطي شيء من الله، ولا يعني حتى الناس تفهم أنه أنا الآن تقول ان الحقوى تتعلق، يعني انا ادري من اعلق الملابس شيخنا، اعلق اللباس، اعلق كذا، عندي كنتور اعلق اللب. فهي الرحم عندما تتعلق، فيعني رب العالمين شاد علي شيء يعني مغطي ونتعلق به، ولا يعني خلي الكلمات تستخدمها. مو تدري الناس يعني ما يتفهمها كلمات العلماء الكبيره جدا، استخدم كلمات بسيطة. تفضل. شوف، قلت لك كما قال الإمام الشافعي: نحن نثبت الحق لله كما جاء في الرواية، فنقول ما ظهر معناه أخذنا به من مراد الله عز وجل أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يظهر معناه. هاي كلمات كبيرة يعني بالله عليك ابو عاشه، واحد يبيع رقي الان يباوعنا، شنو حقه شنو ما ادري شنو يريد يفهم. انا الان اريد اعرف شنو حقه، تشرح له قل له يعني ما يعني. انا شاد لي وزره هنا، الوزره شادها ومعلق لي السويتش مال السياره، ولا العمانيين يخلون خنجر، ولا اليمنيين، فاريد افهم يعني الله مغطي شيء. أنا أفهمك، أنا ما يدعو في التفاصيل حقك، هذه كلها أرمي بها عرض الحائط ولا أخذ بها أصلا. نحن نقول كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن الله. آمنا بالله. أثبتنا الحق لله، أما ما ذكرته وأنت ما أدريش، هذه لا علاقة لنا بها. لا شيخنا مناسبة غير صحيحة ولا نعمل بها. اللغة عبد لله بالنص، نقول حق لله. اللغة ماشي شيخنا، فالحق صفة لله عز وجل. أنا مش شيخنا أنا مش إشكالي على العلم، اللغة اللي تستخدمها كبيرة جدا. إحنا عندنا مشاهدين، يعني إحنا نثبت نؤمن بالله. طيب نؤمن بالله، انا وياك ابو الرقي ابو التاكسي ابو نؤمن بالله، بس نؤمن بحق الله حتى اعرف شنو الحق حتى اؤمن به؟ انا الله ما اؤمن به، انا سني. انا وش علي من تفسيرتك انت؟ انا قلت لله حق وانتهى الموضوع، هذا اثبته النبي، خلاص انتهى الموضوع. سيدنا
النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: الكبرياء وردائي والعظمة إزاري. أها أحسنت. أوقف أوقف أوقف. الكبرياء ردائي. أنا أدري أنه امرأة ترتدي، أبو عاشي يرتدي هاي الشتات، الله الكبرياء شنو يرتدي ولا سمة من سماته الله؟ نصفها لله عز وجل. الله قال أدري وثوابه يرتدي الكبرياء. تفضل سيدي. والعظمة إزار. تفضل. مثل الأول طيب. إزار رداء ما أدري وش أنا هذا ما نقول لله عز وجل مثل خلقه. طيب. طيب. طيب الآن في مسألة. أنا عندي سؤال لك. أنا سؤال لك باقي. أنا بسأل. إن شاء الله بس أكمل. بس أكمل وأسألني. لا 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 خلاص خلاص سيدنا لا أنت ما يصير تسولو سولو خلوه يسأل. ماشي. تفضل أبو عاشي. ماشي. جاء في أصول الكافي ما الكبرياء سيدنا أنه الكبرياء ردائي، لأن أنا راح أسألك أبو عاشة ما يجاوب. يعني واحد مرتدي الكبرياء شنو الكبرياء؟ صفة ملازمة له أنه عندما يتصرف، عندما يتكلم، عنده عزة نفس بنفسه وكذا وكذا كذا، لأن أكو تكبر وأكو كبرياء. الله عنده كبرياء زين. ردائي شنو يعني؟ ينزع مرة ينزع، شلون أنا من ندخل أنزع السترة؟ شنو القضية يعني؟ نفتهم ما يشرح لي. فضل أبو عاش شنو سؤالك؟ جاء في الكافي، في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 104 يقول بسنده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري. جسم صمدي نوري هذا الله. الله جسم صمدي هذا عندكم ما معنى هذه الألفاظ؟ نعم هذا وين كافي؟ في الكافي. نعم في صورة الكافي. نعم بعد عندك سؤال غيره؟ لا لا سؤال واحد. السؤال المداخلة الثانية إن شاء الله. المداخلة الثانية تفضل سيدنا. طيب علي بن أبي حمزة البطائني متهم ضعيف لا يتعول على روايته ولا يأخذ بها ولا تساوي روايته قشر بصل، تهينا من هذه القضية. وهشام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم إن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة، فقال سبحانه من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يحس ولا وجس ولا تدركه الأبصار الحواس ولا يحيط به شيء. هذا جواب الإمام، وإحنا عدنا كلام الإمام هو المقدم على كلام. يعني أنت قصدك سيدنا قصدك أنه في رجل قال له أن الله جسم، نعم. فإحنا إحنا نأخذ من الإمام، الإمام أجابه قال وليس كمثلي شيء وهو سميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد ولا لا 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 لا. هذا الإمام فهمنا هذا الشيء، فإحنا السائل نترك كلامه ونأخذ كلام المعصوم كشيعة. ثم هكذا الشيعة الروافض؟ نعم نعم حجي نعم. وأما بالنسبة يا بتعطينا مجال سيد، هذا شنو الحق اللي قلت عليه؟ أنا سألت أبو عائشة، يعني إحنا من حقنا كمستمعين يقول لك واحد ماسك الحق شلون إذا مو هي يعني؟ تفسيراتك لا تعنيني، تفسيراتك لا تعنيني أنا. أنت قلت مش أنا، أنت قلت إنه تفسيراتك هذه بعيدة عن منهج السلف الصالح. يا شيخ أنت قلت إن الله يا متعلق. وآمنا بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. أدعمنا أثبته الله وأثبته رسوله وأثبتناه. أدري يا شيخنا شيخنا. وما لم يثبته الله ولم يثبت. يا بعد أنا الآن أشرب قهوة، غير أكو قهوة حتى أشربها؟ إحنا غير نشوف شنو القهوة حتى أشربها؟ الحق لما أنت قلت إنه الرحم متعلقة بالحق، يعني مكلبة ماسكة الحق، الحق شنو معلق بالهواء على الله؟ غير اللي أعرف، أنا اللي أعرف. تفضل سيدنا. طيب فذكرنا أنه رواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المتهم الضعيف بالإجماع،
ويذكر تضيف السيد الخوئي وغيره من علماء الرواية. هذه تروى عن هشام، عن هشام بن الحجر. يا رجل الرواية في سندها، في سندها علي بن أبي حمزة البطائني في سندها. يقول سمعت هشام يروي عنكم. يا رجل الرواية ضعيفة السند، افهم أنا ما أتكلم عن هشام. من هو الضعيف فيها؟ علي بن أبي حمزة البطائني، علي بن أبي حمزة البطائني كذاب متهم ضعيف لا يساوي فلس. غير جاوبناك من البداية يا أبو عاش، رحمة على ذلك. طيب مجال هسه ما أعرف شايف. يقول الإمام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم، يعني أتى يقول الإمام سمعته. يا ربي الآن يعني كيف سمع الآن أبو عاش رواية كيف وصلت للشيخ الكليني؟ بطريق من؟ يعني الكليني كان جالس وياهم لهنالك سلسلة رواة، ها؟ أثبتها الكافي. الكافي الكافي الكليني كان قاعد ويا الإمام الصادق. دقيقة دقيقة. يا رجل سؤال. الكافي وبالتوحيد يا رجل سؤال. الكافي الكليني كان جالس وياهم ويا الإمام الصادق وسمعهم لو وصلت للرواية عن طريق سلسلة رواة. لو لم تكن صحيحة الرواية عن هشام بن الحكم، هشام بن الحكم تعرف أنا لا أريد أن أعرفك من هو هشام بن الحكم. تعرف من هو هشام بن الحكم ولا ما تعرفه؟ عطني من هو هشام بن الحكم. أخي تعرفه أخي. طيب فلا تقول الطرف عنه. خليك كمل السيد شيخنا. أكو شيء اسمه سند الرواية، سلسلة الرواة الذين نقل الرواية. تقول أيضا في رواية لا تقاطعني أرجوك إلى السرة والبقية صمد. أرجوك يعني جعلتم لله جوف، جعلتم لله جوف وأمعاء ومدري إيش. أرجوك وقتي هذا أجوف والبقية صمت. يا رجل وقتي هذا وقتي، لا تقاطعني في وقتك إن شاء الله. تفضل لا تقاطعني. طيب قلنا أنا أكتفي، اللي يفهم يفهم، اللي ما يفهم وخليه يروح وين ما يروح. الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطاني الكذاب المتهم الضعيف، تهين من القضية. قال الشيخ أبو عائشة أنه مسألة اليمين، يقول أن المقسطين عند الله منابر منه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. يقول في الشرح في هذه الأحاديث المباركة دلالة على كلتا يدي ربنا يمين مباركة. وقد وقع خلاف بين أهل العلم هل إن كلتا يديه تعالى يمين، طبعا الكلام فيها طويل جدا، هنالك من أثبت اليمين، هنالك من أنكر الشمال. ويقول وقد حسم العلامة ابن عثيمين خلاف في هذه المسألة بقوله مسألة هل هاتان يدان توصفان بأن يقرأ كلام بن باز وشيء كلام بن باز. الجواب كلام قولان، منهم من قال لا وأنكر لفظ الشمال الوارد في صحيح مسلم، ومنهم من قال بلى، وكل منهم له شبهة، لكن الصواب إنها تثبت. إنها شنو؟ الشمال تثبت. وإن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين يعني اليمن والبركة والتساوي، لأن المخلوق الذي له يمين ويسار أو يمين وشمال تختلف اليمين والشمال، وتختلف بالقوة حتى بالقوة الجسمية، ولكن لا تختلف يد الله، وأريد التثنية، فكلتاهما يمين وهذا هو الصحيح. فإننا نثبت الشمال لله، لكن لا على إنها ناقص عن اليمين، بل كلتاهما يمين. الآن هذا صار تأويل، هذا صار تأويل، يعني هي شمال حقيقة ولكنها يمين من حيث البركة والخير والقوة، مساوية لليمين الأخرى ولكنها شمال. الآن صرت مؤولة، لا تأخذون بظاهر اللفظ. فهل أنتم يعني انتقائية؟ يعني إما أن تأخذوا بدلالة اللفظ الظاهر، وإما أن تنكروا دلالة اللفظ الظاهر في كل شيء. فنحن نراكم انتقائية حينما تحصرون في زاوية ترتكبون التأويل مثل ما سوى ابن عثيمين الآن. طيب قال الحق، الحق يا أخوان الحق معقد الأزار. الحق الآن في اللغة معقد الأزار. هنا يقول علوي عبد القادر السقاف الحق الخاصرتان. شنو أخواني؟ الحق الخاصرتان. السؤال، إما أن يكون لله تبارك وتعالى خاصرتان على ظاهر اللفظ، ولكن أنا أريد أن أبو عائشة يقول نعم لله خاصرتان ولكن لا نعلم كيفيتهما، لأن معنى الحق الخاصرة، فلله خاصرتان لكن لا نعلم كيفية هاتين الخاصرتين. طيب أو يقول لا هما معقد شد الأزار، وإن الله تبارك وتعالى يرتد الأزار، وهذا مكان شد الأزار مكان الحق، وباقي الوقت إلى أبو عائشة تفضل. طيب إحنا خلي الآن صار لنا ساعة، أبو عائشة تفضل حتى الشيخ إبراهيم الشيخي والشيخ حيدر يريد يدخلون، ف
فما أدري كيفكم بعد. فضل أبو عاشر. ما حد يعني أريد مداخلتين بعد وافتح المجال رجاء لأن عندي فكرة. يلا مو مشكلة كل واحد مداخلتين. فضل أبو عاشر. ما أبشر أبشر. أول هو تأني عن العطيق. إيه. إيه. الحديث في يروى عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله الفردوس فإنها سرة الجنة وإن أهل الفردوس لا يسمعون أطيط العرش. أطيط العرش شو أطيط يعني أبو عائشة؟ شو أطيط؟ الصوت، صوت الرحل. الأطيط هو صوت الرحل إذا ثقل عليه الركبان، هذا معنى الأطيط. يعني الله ثقيلي على العرش. لا إله إلا الله، أنت لماذا تقول لي ما لم أقول؟ أنا أشرح، أنا أشرح الآن معنى كلمة الأطيط. غير أنا ما قلت الله. أنا ما قلت الله. غير أنا قلت الأطيط. أنا من أقعد على هذا الكرسي طيط وطيط ويعطط؟ ليش؟ أنا عندي ثقل. دقيقة أنا أبين لك. الأطيط ما هو؟ الأطيط ما هو تعريفه؟ الأطيط هو صوت الرحل إذا ثقل عليها الركبان، هذا هو الأطيط. فهمت؟ هذا الأطيط. طيب طبعا الحديث رواه الطبراني في المعجم من طريقه أبو نعيم في صفة الجنة، رواه الروياني في المسند وابن بطة في الإبانة وعثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش، جميعه من طريق من؟ جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. طبعا الحديث إسناد الحديث ضعف جدا بسبب جعفر ابن الزبير. أنت الآن قلت هذه في الكافي ضعيفة لا أخذ بها، اللي يفهم يفهم، وأنا أقول لك هذه الرواية ضعيفة، إسنادها ضعيف جدا بسبب جعفر بن الزبير. اتفق الأئمة على ترك حديثي حتى روى علي بن المديني عن غندر رأيت شعبة راكبا على حمار فقيل له أين تريد يا أبا بسطام؟ قال أذهب فأستعدي على هذا. يعني جعفر بن الزبير وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 حديث كذب. هذا في تهذيب التهذيب. هذا هو اللي أيضا ضحكه الشيخ الألباني. هذا اللي روى حديث الأطيط. إيه. وضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله ما له أطيط. الله ما الكرسي ما له أطيط. على كل أنا الآن أتكلم عن الحديث سندا. ثم سأتكلم بعدين. يلا. هو حديث الأطيط. الأطيط له سند واحد يا شيخ أبو عاشر. يا أخي يا سيد خلي سيد ميثم. أنا إذا أشوف إنه الآن ما فهمنا أكو أطيط ولا ما في. تفضل سأتيك الآن هذا الحديث ضعفه العلم. دقيقة سنتكلم إن شاء الله سأتكلم. طيب الذهبي له كلام جميل. قال الأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة الرحل وللعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله. هذا كلام من؟ كلام الذهب. يعني هو صفة للعرش للكرسي، يعني العطيط خرج من الكرسي ولم يخرج من الله، هذا قصدك. دقيقة هذا. ثم قال بالذهب ثم لم أنا يأتي. أنا وقفت الوقت لأن انتهى. ما يخاف ما يخاف خلاص طيب شوية سألناه. يا أبو كريم غير نفهم القضية. أنا إلى الآن ما فهم العطيط وينه مفتاح. ما تقام يصير بيعطيط من وراكم الله يخليكم. تفضل أبو عاشر تفضل. ثم لفظ الأطيط يا حاج وعد، لفظ الأطيط لم يأتي بنص ثابت كما قلت لك. ويقول الذهبي، أنا أتكلم عن كلام الذهبي، وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وأنا الآن رويته وبينت لك حال. تفضل أنت. لا لحظة الآن النتيجة. الله سبحانه وتعالى لما يجلس على الكرسي في أطيط ولا ما في؟ إذا ثبت الأطيط فهو للعرش وليس لله. هو للعرش لا تقابل الله يطهر ولا العرش يطهر. هذا كلام من كلام ده بيقول الأطيط الواقع بذات العرش من جنس. أنا أعرف يا شيخ. هناك صفة للرحل وللعرش. يا أخي أنا ومعاذ الله أن نعد صفة لله. هذا كلام الذهن يا عمي. أنا طبعا في رأي آخر في 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 رأي آخر لو تعطيني وقت أذكره له. بس أنا أعرف، بس أنا أريد بجملة واحدة المشاهد يريد يعرف.
الأطيط طبعا هو ليس الله يعني، والله ما يخرج يطلع أصوات، العرش هو الكرسي اللي يطلع أصوات الآن. لا هو الأطيط للعرش، اي مو الله، الأطيط للعرش، اي الله ما لا من عظمة الله عز وجل، من عظمة الله، العظمة من عظمة الله. لحظة شيخنا، العظمة تعني انه ثقل الله ولا شنو العظمة؟ من عظمة الله يعني خوفا وعظمة لله عز وجل مرجف. وإجلالا أنت الآن الإنسان يخاف من الله عز وجل ويعظم الله، يعظم شأن الله سبحانه وتعالى، فكل مخلوقات الله تعظم الله ومنها العرش والكرسي، يعني العرش تعظم الله عز وجل. الآن شوف، مو أقول لك النقاش يؤدي إلى نتيجة، الآن معناها العرش من الخوف يأط، ولكن مو لأن الله جالس عليه يأط، من الخوف من بعيد. نعم شفقة وعظمة لله عز وجل، السياق قاطع في بيان العظمة والعظمة والقدرة. لا شلون يقولون لا لأن الله عز وجل محتاج إلى عرشه ومحتاج إلى كرسي سبحانه، لا بل هذه المخلوقات يعني محتاجة. يعني الله ما يجلس على الكرسي ولا يجلس؟ الله عز وجل مستوى على عرشه، يجلس ولا لا؟ وليس معنى كونه مستوى على عرشه أن العرش محتاج، أنه محتاج للعرش، لا بل العرش محتاج إليه. أعرف بس هو يجلس على الله سبحانه وتعالى، يجلس. تفضل انتهى وقتي. يجلس طيب. على كرسي الله لو لا نقول مستوى على عرشه. تفضل سيدنا، يقول ما أعرف أنا، المهم نعم ان شاء الله انا سناتي الى مساله الاستواء. يقول انه الاطيط من عظمه الجبار. يا شيخ ابو عائشه، الاطيط من عظمه الجبار ام من ثقل الجبار؟ سؤال مباشر. قال العظمه سيد، قال لا 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 هل هو من ثقل الجبار ام من عظمه الجبار؟ يا با قال العظمه، قال العظمه غير الثقل، قال العظمه وسناه، يقول العظمه يعني يا سيد نعم. شلون مثلا انت من بعيد وواحد يخاف منك تطقطق اسنانه دي ليش خوفه؟ العرش من يشوف عظمه الله يظل يطلع صوت يقطط. زين هذا كتاب الدرر السنيه او السنيه في الاجوبه النجديه، الدرر السنيه. نعم الدرر السنيه. وقد ثبت انه قال للرجل الذي قال له انا نستشفع بك على الله وبالله عليك، قال الله أكبر الله أكبر، إن شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إنه على عرشه وأشار بيده كل قبة، وإنه لأط به أطيط الرحل الجديد براكبه. وهذا الحديث لا يستطيع سماعه الجهمي ولا يؤمن به إلا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا الله بصفات كماله وعرفوا عظمته، وإنه لا يليق به غير ما وصف به نفسه من استوائه على عرشه، ونزهوه أن يستوي على ما يليق بكماله وقدسه من سائر مخلوقاته. يعني أنت الآن استدلالك أنه يأط براكبي، يعني الله راكب على العرش. نعم هذا كلام حتى ابن تيمية ما ينكره، والآن هسه غير ابن تيمية أو يعني مو خوفا وإنما لين ركب علي. أي حتى لو يريد الآن أنقل لك كلام ابن تيمية، لكن أين وصف الله أن الله ثقل؟ أين وصف الله بالثقل؟ الآن هذا الشيخ ابن جبرين في شرح العقيدة الطحاوية لعبد الله ابن جبرين، الشيخ عبد الله ابن جبرين يقول: ثم ذكر الله تعالى فوق العرش، وإن العرش يأط به أطيط الرحل، وهذا من باب التعظيم أو من باب البيان، يعني إنه تعالى فوق العرش، ومع عظمة العرش، مع كبر العرش وإحاطته بهذه المخلوقات، فهو يسمع له هذا الأطيط يقال إن هذا من ثقل الرب تعالى. منين؟ من ثقل الرب تعالى. تقيل موجودة هاي الكلمة، يعني من ثقل أمامك عشاش حتى حجي أنا الوقت ضايق، لا حتى ابن تيمية يعترف بهذا من ثقل الرب. يا بعض سني الكتاب سيدنا، مو حتى نعرف سني. هذا حجي شرح العقيدة الطحاوية شيخ ابن جبرين، هذا أمامك شرح العقيدة سني، خطه ونخله وفسفوره سني، والله عنده ثقل. اي عنده ثقل، ثقيل. طيب هنا يأط به من ثقل الرب تعالى، بس هنا حاجة اريد وقت اضافي، الله يبارك بك شوية. هنا هذا كتاب نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد. شوفوا اخوان الاعزاء الافاضل، ان شاء الله احاول اطلع على الشاشة.
يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. هذا كتاب عثمان بن سعيد الدارمي اللي ينقض به على المريسي العنيد، صح ولا لا؟ اللي هو نعم هذا اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. خلى طلع على الشاشة أمامكم الآن، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. شوفوا أخواني الأعزاء الأفاضل، هذا الكتاب، هذا نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، هذا الكتاب أمامكم. نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على التوحيد. أيه. نعم طبعاً، دائما ابن تيمية يستشهد بهذا الكتاب. ماذا يقول هنا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول هذا نصه حينما يتكلم عن مسألة الجلوس على العرش، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. بس شوية أوضح اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. شو يقول سيدنا؟ شو يقول؟ لحظة حجي، هذا وقد بلغنا هنا إنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته، لولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحمل ولا السماوات والأرض ولا من فيهن، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقل. يعني سيدنا هم رافعين الكرسي وفوق الله، ورافعين الله والكرسي. اي ورافعين الله والكرسي. ولو شاء، المشكلة يقول ولو شاء، خل أوضح هاي، ولو شاء هذا، ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به ها بقدرته ولطيف ربويته. هو قال جالس على العرش العظيم والملائكة شايلينه والعرش إلى أطيط، بس إذا يريد، إذا أحب يعني إنه خلاص سيدنا، خلي جابك قطيت كثير من الوقت، خلي يشرح لنا كيف إنه البعوضة تشيله وعلى جناحه في الرواية، على جناح بعوضة في الكلام، ليس على البعوضة كلها، ليس على البعوضة كلها. أقرأ من كتب وهو جدير، تقرأ من كتب وهو جدير بالشرح. تفضل شيخ أبو عاش. الدور عندي عندك. طيب أنا قبل أن أجيب، أنا اطلعت على كامل الزيارات في رواية تدل على أن الله يسولف مع الحسين، يتكلم معه ويجلس معه. هذه الرواية تقول قال أبو عبد الله هل لك، لما أتى الحيرة، هل لك في قبر الحسين؟ قلت وتزوره؟ جعلت فداك. قال وكيف لا أزوره؟ والله يزوره في كل ليلة جمعة، يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء، ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء. فقال صفوان جعلت فداك، فنزور في كل جمعة حتى ندرك زيارة الرب. قال نعم يا صفوان، إلزم ذلك، تكتب لك زيارة قبر الحسين. هذا ماذا نقول عن هذا؟ أيضا في تهذيب الأحكام للطوسي، أن أبا عبد الله وكامل الزيارات، أن أبا عبد الله عتب على من أتاه ولم يزر قبر علي بن أبي طالب، قال لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله والملائكة والأنبياء؟ الله المستعان، الله سبحانه وتعالى يصافح الحسين ويجلس إلى جواره على سرير. روى العلامة العالم العلام ميردة محمد تقي الملقب بحجة الإسلام هذه الرواية نقلا من مدينة المعاجد عن دلال الطبري، قال أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون عن أبيه عن أبي علي محمد بن همام عن أحمد بن الحسين المعروف بابن أبي القاسم عن أبيه عن الحسين بن علي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله لما منع الحسين وأصحابه الماء نادى فيهم من كان ظمآن جميع الأنبياء، ومن ورائهم المؤمنون، ومن ورائهم الملائكة ينظرون ما يقول الحسين، حتى يأتي كربلاء فلا يبقى أحد سماوي ولا أرضي من المؤمنين إلا حفوا بالحسين، حتى أن الله تعالى يزور الحسين
ويصافحه ويقعد معه على أعوذ بالله. أعوذ زين لحظة كمل. يا مفضل هذه والله الرفعة التي ليس فوقها شيء. ثم قال معلقا على الرواية يقول محمد تقي الشريف مصنف هذا الكتاب يعني يتكلم عن الرواية أيضا المجلس في بحار الأنوار يقول يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال؟ فقال له علي التجسيم والتشبيه الشيعة السنة حيدر اقعد فقد سمع الله كلامك. إلى أن قال ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين يا قوم إلى أوليائي أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى أنا ربكم الأعلى. وكذب عدو الله إنه الأعور يطعم الطعام ويمشي في الأسواق وإن ربكم عز وجل ليس بأعور ليس بأعور ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لله عز وجل عندكم ساق. المجلس في كتاب بحار من هو لم يشبه يا جماعة من اللي يشبه الآن جعل الله يسمع الحسين ويصافح الحسين ويسولف مع الحسين ويزور الحسين كل جمعة. ذكر المجلس في بحار الأنوار الجزء الرابع صفحة 7 رواية 15 عن أبي عبد الله في قول يوم يكشفه عن ساق قال تبارك الجبار ثم أشار إلى ساقه أشار إلى ساقه فكشف عنها الإدار فكشف عنها من وقت دقيقة الله تعالى عندكم يضع قدمه على النار. يعني أكثرت واي صار ما لحق على هذا الكلام. خلي المداخلة اللي بعدها خليها هذه آخر مداخلة لي. لا لا شوف أبو عاش تفضل. الآن أنت تكلمت الآن أولا في قضية أن الله يزور الحسين عليه السلام صح؟ ويجلس معه على السرير. لا هي ما يجلس معه على السرير ضعيفة في كامل الزيارات ما ذكرت يجلس معه على السرير صح؟ لا موجودة أذكر لك كامل الزيارات أقرأ الرواية تفضل. اللهم صل على نبينا. أيوة عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله لما منع الحسين وأصحابه الماء نادى فيهم هاي قلنا لك هاي الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان الرواية قبلها اللي قرأتها هاي الرواية ضعيفة أنا قلت لك هي الرواية هذه أنه يصابعه يقعد معه على سرير ويزوره ويزور الحسين هاي فيها محمد يا شيخ هذا اللي كامل الزيارات أي حتى لو كان في كامل الزيارات فيها محمد طيب. بن يا اسمح الله اسمح طيب. الان تفضل سيدنا او بعدين نعم ابدا بالروايه الاخيره التي فيها انتظر الروايه الاخيره التي فيها يكشف عن ساق الروايه مرويه عن ابي مناظره ثانيه اذا حاجه وعد بستاذ منك اذا خلص ان شاء الله عن ابي جميله الوضاع الكذاب مطعون في وثاقته المدينه الروايه الثانيه كامل الزيارات هذه يا رجل هذه ليست رواية كامل الزيارات رواية كامل الزيارات التي بعدها رواية كامل الزيارات ومدينة المعاجز فيها محمد بن سنان مطعون في وثاقته متهم بالغلو. خلصنا من هذه الفقرة. الفقرة الثانية الله تبارك وتعالى يصافح الحسين أيضا رواية محمد بن سنان وهو مطعون في وثاقته متهم بالغلو. طيب الرواية الثالثة شنو الرواية الثالثة اللي جبتها؟ قال وقعت الحيرة لك في قبر الحسين قلت وتزوره جعلت فداك ألا تزور من يزوره الله تبارك وتعالى وإلى آخره. مسألة أنه طبعا الرواية أيضا رواية ضعيفة لا تصح ولكن إن في صحيح البخاري عندك عبدي مرضت فلم تزرني فلم تعدني وإلى آخره. فلو زرت عبدي المرض لوجدتني عنده. طيب لوجدتني عنده نفس الكلام نفس المحمول على نفس الكلام. إذا عندك مقبولة لا عندنا. عندك زيارة عندكم أنه يجلس معه على السرير ويصافحه يعني زيارة هذه شوف يجلس معه على السرير
هذه رواية أخرى. اللي يجلس مع معه على السرير عندك ويذكرها ابن القيم في نونيته يفضل منه أربع أصابع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس مع الله على السرير ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، فلا تنكروا إنه قاعد ولا تنكروا إنه يقعد. إمامك ابن القيم تلميذ ابن تيمية. أما أنه الحسين عليه السلام يصافحه الله ويجلس معه على السرير، وهي قلنا لك إن هذه رواية هي رواية مدينة المعاجز نقلا عن دلائل الإمامة للطبري، والرواية لا تصح من حيث السند. أيضا محمد بن سنان عن المفضل بن عمرو، ومحمد بن سنان ضعيف متهم بالغلو. خلصنا من رواياتك كلهن، انتهينا. طيب الآن أخواني الأعزاء، الآن الشيخ أبو عاشر، عندك قلنا لك إن الله تبارك وتعالى في نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد يجلس على بعوضة. شلون يجلس على بعوضة؟ طيب هنا في هذا الكتاب أخواني يقول الذي يكون على المنارة أقرب إلى الله تبارك وتعالى من الذي يكون على الأرض. هذا أخواني أقرأ لكم الكلام على السريع حتى لو دقيقة واحدة. اللي فوق على المنارة أقرب إلى الله. يا حج اللي فوق على المنارة، أنا بس يشرح لي شلون اللي فوق على المنارة أقرب إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله يقول هذا بمعنى أوضح من الشمس، إلى أن يقول فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا علم له: من أنبك من أنبأك أو أنبأك إن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله، لأنه من آمن بالله تعالى فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا إن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله. أقرب إلى الله من أسفله، يعني أبو عاش أنت إذا تريد الله سبحانه وتعالى يسمع دعوتك بساعة أصعد صلي فوق الجبل، لأنه دعوتك تصير قريبة وسريعة الإجابة. طيب الآن السؤال مهم جدا شيخ أبو عاشة، من الصفات الموجودة عندكم هي صفة الهرولة. الهرولة يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين في شرح القواعد المثلى، يقول الهرولة هي المشي السريع. أي إن الله يعني الله يهرول. أي هاي حاجة، هذا محمد صالح بن عثيمين في شرح القواعد المثلى عفوا في صفات الله وأسمائه الحسنى، محمد صالح بن عثيمين. قبل هذا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ماذا تقول مجموعة اللجنة الدائمة؟ نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، قال تعالى: إذا تقرب العبد إليه العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت منباعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. زين، يقول نعم صفة الهرولة. يسألون لحظة سيدنا، لا ما دام أنت تقول صفة الهرولة، الشيخ إبراهيم الشيخ اللي يريد يوجه سؤال لك وللشيخ أبو عاش. قبل أن يوجه بس أبين شنو بعد عندنا نص ساعة نعم حجي، السؤال هو هل لله صفة الهرولة؟ الجواب نعم لله صفة الهرولة. طيب يا ابن عثيمين ما هي الهرولة؟ ابن عثيمين في القواعد المثلى ماذا يقول؟ ابن عثيمين يقول فقيل يقول الهرولة شنو الهرولة؟ يقول ويختص بالعبادات: هو من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أما قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، فهذا أيضا اختلف فيه العلماء هل هو على حقيقته أم لا. فقيل إنه على حقيقته، ونحن إذا مشينا نعرف كيف نمشي، أما الله عز وجل فإننا لا نعرف كيفية مشيه. ولا مانع من إن الله يمشي يقابل المتجه إليه، فيقابله إذا أتاه يمشي يقابله بهرولة، يقابله يعني الله اللي يجي يمشي أو الله يروح لهرولة يذهب له هرولة. يعني الحج وعد إذا أنت رحت لله تبارك وتعالى المسجد تروح لمشي هو يجيك هرولة. السؤال طيب شيخ إبراهيم الشيخ لي تفضل، أنتم سنة شيخ إبراهيم الشيخ لي أنتم كسنة، هذا الكلام موجود عندك ولا مثل الشيعة مثلا أنه تحملون اللفظ على غير ظاهري وتؤولون؟ تفضل شيخ إبراهيم وأبو عاشة يرد عليك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام شيخ إبراهيم. السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح، الله يحفظكم. الله يحفظك. الله يبارك فيك شيخنا، حياكم الله. حياك الله حاج وعد والسيد ميثم والإخوة جميعا، بارك الله فيكم، حيا الله أبو عائشة والإخوة جميعا. حقيقة تابعت حلقات
قبل حلقة اليوم وكان عندي مداخلات حولها، ولكن يسر الله سبحانه وتعالى أن تكون المداخلة على هذا الموضوع مهم جدا، ولو أني ما قيدت حقيقة والكلام كثير والوقت طال، ولكن أذكر بعض الكلام. ويعني ملخص ما أريد أن أقول حتى لا أطيل عليكم، الأمة أبعدت كل البعد عن الفهم الحقيقي للنصوص، خصوصا نصوص القرآن. وسبب البعد وسبب الضلال ومن يضلل الله فما له من هاد، أنهم ما أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بادئ ذي بدء، نبدأ بهذه الحقيقة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. حفظ من الضلالة، لا الضلال الفكري في العقائد ولا ما يخص في الشبهات والشهوات فيما يخص القلب والإيمان. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ضعيفة. حينما رفضت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشت التيه، كما ابتلى الله بني إسرائيل 40 سنة يتيهون في الأرض، نحن الآن 1400 سنة نتيه في الأرض لأننا تركنا من إذا اعتصمنا بهم حفظونا من الضلالة. للأسف الشديد النصوص التي نوقشت، سمعنا كلام أبو عائشة النووي، أضيف أنا طبعا لقبه الناصب بما أنه صديقي الخاص، يعني لا يفرقون بين حقيقة اللفظ وبين المجاز اللغوي. مثلا مما أذكر مما دار من النقاش بين السيد ميثام حفظه الله والشيخ أبو عائشة، أن الرحم تتعلق بحقو الله سبحانه وتعالى، الحقو الذي هو كما ذكرتم معقد المئزر أو الخصر إلى غير ذلك. الرحم هي عبارة عن رجل، عبارة عن امرأة، يعني كيف نأول الرحم؟ ما هي الرحم؟ هي عبارة عن رجل، شايب، شباب، أنثى، ذكر. فللأسف الشديد لا يفرقون بين كما ذكرتم المجاز اللغوي أو حقيقة اللفظ. لذلك يعني المجسمة والذي ينهج نهجهم ويردد كلامهم أخطر على الدين الإسلامي من الملاحدة. وهذا على كلام السنة، السنة صنفوا مصنفات في هذه القضية، يقولون هؤلاء أخطر على دين الإسلام، وموجودة مصنفات في السنة. أحسن. لذلك نحن حينما نقول أهل السنة، من هم أهل السنة؟ لذلك حينما تعود إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجد مثل هذه القضايا كانت تناقش، لأن الآيات واضحة، الله سبحانه وتعالى كما في سورة الشورى ليس كمثله شيء. ذكر الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي وهو يرد على المجسمة الذين يتبعون شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع التجسيم وفي موضوع التحجيم إلى غير ذلك، فذكر كلام جميل، يعني اختصر كلامه بعد أن رد عليهم، ذكر هذه الآية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأخذ الشاهد مطلع الآية ليس كمثله شيء، أي أن الله تعالى لا يشبهه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه. ففي الآية نفي المشابهة والمماثلة، ثم استشهد بقول الإمام علي، هنا العترة، إلزم غرزهم تحفظ من الضلالة. الله استشهد، قال روى أبو منصور البغدادي قول عن سيدنا علي رضي الله عنه عليه السلام، كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، ثم علق وشرح هذه العبارة العظيمة. فلذلك من أراد العقيدة الصافية فعليه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بما صح عنه، بما توافق مع القرآن، لأن هذه الروايات التي بعض منها من كعب الأحبار وبعض منها من تأويل فلان وفلان هي الذي ظلت الأمة. فمن لزم، حتى لا أطيل، من لزم ما يعني فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وفهم آل البيت والله لن يضل في هذه المسألة، لأنه حتى حينما تقرأ كلامهم لا تجد هذا الحشو وهذا الكلام الكثير، تجد قول فصل، جملة يعني تشفيك إن كنت عليل، يعني دواء لكل داء يعتريك كإنسان. لذلك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، فالزم فهمهم وخذ عنهم، ستجد الله يسلمك سبحانه وتعالى من هذا التجسيم ومن هذا الكلام الذي سمعناه الذي نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه ومن الذي يتلبس بهذا الفكر. هذا باختصار، وادعونا بالشفاء، نسأل الله سبحانه وتعالى. الله يشافيك شيخ، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شفت يا شيخ النووي أبو عاشة أنه أهل السنة يدعونكم إلى عدم التجسيم، ترك التجسيم، تمسكوا بالعترة، يعني أما أنا لكم الآن أن تتعظوا وتتبعوا محمد وآل محمد اللي يعني كلماتهم ملأت الدنيا في التوحيد. خذ ما ذكره أمير المؤمنين في مقدمة نهج البلاغة، خذ كتاب التوحيد، خذ كتاب بصائر الدرجات، كتاب كامل الزيارات اللي تفضلت أنت تقرأ منه. فتفضل أبو عائشة، شنو ردك على كلام الأخ الشيخ السني الشيخ إبراهيم الشيخي؟ كلامه غير صحيح، وليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. يقول خذوا بمنهج أهل البيت. منهج أهل البيت إذا كان موافقا للكتاب والسنة أخذنا به، وإذا كان غير موافق لم نأخذ به، ولسنا مأمورين باتباع أهل البيت أو منهج أهل البيت. أنا مأمور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال اتبعوا علي بن أبي طالب واتبعوا الحسن، فاتبعوني، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. لعد الله مو قال علي نفس النبي صلى الله عليه وآله؟ في المباهلة يا رجل، بس في المباهلة جعلتوها على طول، في المباهلة فقط، في جزية معينة في المباهلة. هل استمر النبي قال علي نفسه علي؟ هل استمرت هذه؟ ما استمرت، فقط في المباهلة. المباهلة كانت بإحقاق الحق ولا إحقاق الباطل؟ لبيان أن الإله الحق هو الله عز وجل والمستحق للعبادة. بيان أن الله تبارك وتعالى هو الحق وما يصدر من الله هو الحق، والذي أخذ لبيان هذا الأمر علي بن أبي طالب. طيب ما قلنا شيء، لكن هل النبي استمر قال علي هو نفسي نفسه هي في مرحلة معينة انتهت؟ وليش يستمر يقولهم علي هو نفسي علي هو نفسي إذا الله تبارك وتعالى أثبتها في قرآني؟ أنت في سبحان الله، أنتم يعني تأخذون الآية القرآنية هذه في سورة آل عمران المدنية وتمررونها على كل شيء، علي بن أبي طالب نفس رسول الله. لأن القرآن، لأن يعني القرآن في كل زمن ثابت، ونتعبد الله بالقرآن ولا نبعض، والله ذم الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. القرآن نفهمه نعم، ولكن لا نفسره على هوائنا ولا نفسره على مشتهياتنا. هذا لما نتدبر القرآن أنفسنا وأنفسنا. هذا من إجماع، إجماع الأمة، حتى ابن تيمية قال أن النبي أخذ عليا عليه السلام، ولا يوجد مصداق لنفس النبي، لأن نساءنا الزهراء عليه السلام، أبنانا وأبناءكم الحسن والحسين، أنفسنا فقط علي بن أبي طالب، ما أخذ أبو بكر ولا عمر ولا أبو ابن تيمية. تعرف أنت تعرف كلام ابن تيمية في آية المباهلة له كلام طويل لا يخفاه. لا ما في كلام طويل، هو اعترف وأقر أن هذا الأمر، لكن هو قال، هو قال فيما قاله ليس معناه أفضلية هؤلاء، لم يقل بأفضليتهم. طب إذا لم يكن يا شيخ، يا شيخ هناك من هو أفضل منهم يقول، إذا لم يكن بأفضليتهم، لا لا اسمع، إذا لم يكن بأفضليتهم يا شيخنا، الآن الدنيا كل الدنيا موجودة،
لما الله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما يتكلف من عندي نفسي، ويأخذ علي ويترك الصحابة، شو السبب؟ لأنهم أقرب القرابة إلى النبي. المباهلة كما تعلم، كما قال شيخي وإمامي ابن تيمية رحمة الله عليه وقدس الله روحه، تكون بالأقرب نسبا. أي تفضل، يقول لك هو يرد عليك، يقول لك إنه ما نأخذ من آل البيت وما فيه. تفضل يا شيخ إبراهيم. بما أننا تكلمنا عن آية المباهلة، الله سبحانه وتعالى قال نساءنا ونساءكم. حجو عاد أنا عندي مناظرة مع شخص، يعني أستاذن منك ولا باقي شيء؟ ماشي دقيقة بس، خمس دقائق وتوكل، خمس دقائق أقل أقل. لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ أحد من نسائه التسع مثلا؟ لماذا لم يأتي إلا بفاطمة عليها السلام؟ بأقرب الناس إليه يا رجل، بأقرب الناس نسى، حتى تكون المبلة وقعها لما لأن الإنسان يخاف على بنته وابنه. اهدى أفضل مما يخاف على الآخرين. يا أخي ما يأخذ فاطمة والحسن والحسين، قطعة منه قطعة. خليك كمل. الإنسان يخشى أنه يأتي ويباهل عليهم وهو كاذب، يخشى عليهم من الهلاك. أبو عائشة، سمعنا لك فاسمع لو سمحت. نساءنا ونساءكم أتى بفاطمة عليها السلام، وأتى بالحسن والحسين لم يبلغوا الحلم، وأتى بالإمام علي عليه السلام. هذه رسالة للأمة، صح. يفهمها الذي نور الله بصيرته. أيوة الله. في القرآن ناظرهم بالثقل الأول، القرآن، عفوا في المسجد ناظرهم بالقرآن. حينما أتت المباهلة أتى بالعترة حتى يكون الثقل الآن الآخر، فتقام عليهم الحجة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي، هؤلاء عترتي الآن. الثقل الآخر الذي ناظرتكم في المسجد هو القرآن، وهؤلاء الحجة الثانية على الأمة. هذا المعنى الصحيح لمن يفهم المباهل. فتأتي تقول غير هذا الكلام، تحتاج إلى أن يعني تأتي بالدليل، والدليل ضدك. لا الدليل ضدك. الصلاة والسلام، أفضل الأخذ أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. ولكن المباهلة كما قال شيخنا وإمامنا ابن تيمية رحمة الله عليه، تكون بالأقرب من رسول الله. ولهذا قال وسبب، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وقدس الله روحه نور ضريحه في منهاج السنة النبوية، وسبب دعوة النبي لهؤلاء أن المباهلة إنما تحصل بالأقربين إليه. من قال هذا؟ من قال؟ ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن تيمية كان وياهم، النبي قال إنه المباهلة تكون فقط بالأقرباء. من قال؟ نعم بالأقرب. من قال؟ ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، هذا بالأقرب. أزين العباس عم النبي أقرب. العباس لماذا لم لأنه قيل أنه كان يعني حديث إسلام أو كذا ومن. وذا حديث إسلامي الآن صار. شوف إخواني، وإبراهيم عليه محمد كان صغيراً في ذلك الوقت، كان صغيراً. لحظة الآن رجعنا على الموديلات، موديل حديث وموديل قديم. هو القرابة للموديل. قلت لك اسمع الكلام، وهؤلاء أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام ابن تيمية. نتكلم أخذ هؤلاء أقرب نسبا، ولكن ليسوا الأفضل. ليسوا الأفضل. هناك من هو أفضل من فاطمة وأفضل من علي وأفضل من الحسن وأفضل من الحسين. كان النسب كان أخذ العم، والعم أقرب من ابن العم. يعني أنا عمي أقرب إلي نسبا من ابن عمي، لأنه هذا ابن عمي، عمي الأقرب. ترك العام تورطوا، يقال وقيل وقلنا وقالوا قام يقلقلون. ليش؟ لماذا لم يأخذ العباس؟ لماذا؟ سؤال جميل ممكن أجيبك عليه.
خليه انت مو تريد تروح خليه على غير وقت. لا 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 لحظه لحظه، هو قال انه مساله المباهله وقوله كنفسي. انا بستاذنك حاج جواد استاذنك. لا لا لحظه لحظه. السلام عليكم ورحمه الله. لا لا لحظه لحظه ابو عاش لحظه، قلت انه مساله. انا خلاص ما عاد معي وقت. بس دقيقه واحده دقيقه، قلت انه علي بن ابي طالب لم يستمر بانه نفس رسول الله صلى الله عليه واله الا في ايه المباهله. الان اعطيك احاديث، حديثين صحيحين اكتفي بهما. الان هذا في كتاب مصنف ابن أبي شيبة برقم 31 و520، يقول أبو الجواب عن يونس عن ابن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لينتهين أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي فيمضي فيهم أمري فيقتل المقاتلة ويسب الذرية. في نفس الكتاب بسند آخر يقول وأخذ بيد علي بن أبي طالب ثم أخذ بيد علي. فعلي بن أبي طالب عليه السلام هو نفس رسول الله بأحاديث صحيحة. يا أستاذ يا أستاذ والله العظيم لو تقرؤون القرآن وتفهمون الآية واضح الآية في النسب في الأقرب نسب. الآن لا الآن مسألة القربة الآن مسألة القربة لماذا إبراهيم الفضيل لم يأتي يا رجل أبي طالب ولا إبراهيم ولا إبراهيم ولا إبراهيم هؤلاء ليسوا له حسيك أفضل من حسيك عند لا حد ولا عثمان ولا عائشة. سؤال لو كانت الفضيلة لو كانت يا رجل يا رجل أيهم أقرب أيهم أقرب إذا كانت مسألة القرب النسبي أيهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيهم أقرب جاوبني يا رجل ماكو فضيلة ماشي ماكو فضيلة أيهم أقرب الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب أم إبراهيم ابن النبي؟ يلا إبراهيم كان حي إبراهيم كان صغيرا ما يتحمل يأتي والحسن والحسين كانوا صغارا والحسين كانوا صغارا أيضا لا 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 مميزين هذا مميزين وذهب بهم شكرا أبو عاش شكراً أبو عاشة شكراً لك السلام عليكم ورحمة الله لا حجي أبو عاشة يونس عنده سؤال لك يونس صديقك دقيقة خلص خلص شيخ أبو عاشة دقيقة الخاطري تفضل سمعك يا شيخ أبو عاشة أنت ذكرت الأطيق ويا سيد ميثم ويا حجي وعد سؤالي لك هذا الأطيق بمماسة يخرج الصوت لو بدون مماسة